قدد أضياشا لحد حاد انت هيد يقدد أضياشا هوشا باشا يو قربك اسكوتشرا حكومة ديح اللي وانا دبا لما انتو بتكستقو كسو قيب قلي يو قردا شبهده وقع عما انتا ينو قدب بين ايه ايه قرد لما انتو رقوا وضا سلام ايه قلت يو احد الدبايا قدي وان بقادين ايه مركب كوباد عيد كستقو كقيب قادتي هوشا نمضين تن ما أنت هالكلام اللي يسوق عدو وحنقول رئيسين يا في إيش هالك أفضل دو سلادين تيده هي دقن كيده أما بس كلا هذا نقول جود جديد ده حادين ته يا خلاف كهوشة قوان كسو قادي السلطان محمود قولي دي السلطان سعيد يا رجال كم ديهين لما أنتو وارم هالعلنية مر لبات كجود في دور رياشة أي هل كم فديا؟ يجونا حكم كي لحكومي إن عيك جسوا هجاتي ما أنت كم من الدليلي وأنا ذي أمير الفريق فلين هنا يجرى وار مهندقية مركب مهندق لقي ما أدو عيد كستو قاعدة تي أو حكومة ذي الدولة أو حكم كل عينا يدرى وار مهندقية أنت مركب لقي ما أدو ما أنت وما أنت تاريخية وما لي سومالي لان وقدوين وما لي رمتي قف كستو الرئيس سومالي لان شعلي أي حسوسيه سي قلبي قيسة أي كمر أي كوطة حنان دولتو سببت تار ولا يا هاي ودك سومالي لان وودن متسدد سنة سو شري نبت قلي داس يوانا قار رمتي وكسو عانا مالي عداوت فربدن كم تهيست أم بكرة كل مي عداوت داس فرح بدن يا عدو قاف فرح بدن ولي هي كوان كمان تحل كان حردن أي نكج عدني وكان الحين دونا تد بدن كوان كمان تحل كاي مواقف ذا كان عضي وكان الحين دونا إن يرأو سومالي لان شعلنا أما برر سومالي لان هنا رنتي وكفر الحين دونا إن شاء الله إلهي واحد نكرر شيئنا إن عدوك سومالي لانا وكان نحيو فنتي عيد كستو سومالي لانا في المركي دي وناك جيدة شعال الله أردتا ما انت اي سولي ويساو اي كفر عبو تاسوا انتا فنتي قو عمدا باشا جسو سارتي اي قد دا نحن حاذين تو قلو والي بدور بي كل هاي دور كحكومة دا أما بابا وزارة دا رماها قدها وحا وقوه الرئي نواقي دكريتا دي مدحوينها اي وارنتا سي عمومنا ورنتي وكو أقبلي إيه وقلها بارلمانك كو أنا دي أي صوت ساري سي هاي دا شرعي وا لو وافتيو وهرجي أرنت على الطريق شرعي بين مريض دونتا رنتي قد إذا دبقل كي هالك كده واقدينه واقد دبقل دونا بارلمانك كي مك شوكتا مرك بارلمان تكده بتر غورت تيجي دونتا وحين تا كلا صور رعدي إيه وزارة داري ما هي قدوه دكتور إيه كسب بحدي إنما دا بورت قلايا ما أنت هالك إذا لتشوكا سامحات دودي يقول لك سامحيو تاس مركا هلكا وحا لوغو نقضة إيه السبب لوغو ورورو إيه السبب لوغو دردار مو رنتي ماشا ما تهالو حكومة دهان إيه وزارة دهان مدحويرها قرن كاوس الرئيو أرين تاس قوان كا إيه تلدي دا ميل بالاس لديك قد دا وحي لغا قاتي للا قاتي أحبا كسر نقول ما إن شاء الله تعالى waxaanan rajaynaynaa sida loo aan anagu u garanay ee aan waxba noogu harin fulinteeda dawladahan in wixii dhiman ee maanta beesha aan ku abtirsado anagu ku dhimanna ee hadday mag noqoto iyo hadday gaadiidka kale dhiman noqotaba in la soo dhameystiro taasna waa qodob intaas aan ku xusayaa intaa marka laga yimaado anagu taliyaha iyo tiimbaro waa ka duwanahayo qoladan buurta gashay baa tolkaya marka kaftan baa raacinayaa haddii kaftanka waa layga raali ahaanaya kaftanka waa layga raali ahaanaya halka waxa ka hadlay rag badan baa ka hadlay sultan cadde guday iyo cabdirsaaq maxamed askar baa ku soo halqabsanaya
هذا القسلدان عدد قد ميدوا يرسح يا ووحان كسوح يا مدحوي لها أوامير تيها يدها دولدو هذي بارلمان نقطو يا هذي قورت نقطو وها يدك لما دح بنان إسبانس قرية مدحوينه أمر مسيو لكن شعور حيرك وضي شعور تودا سي مدح بنان بيقوتها وحا يدو كد يدين هذي بارلمان نقطونا يا هذي قورت نقطنا ما ترى وانك سيقود وطن تقرك الله أركي أي سيقود لغة ماذا حوينها وح كل مننا وان عدينا يا ما ترى سودان عد قدو حقا قول انتي مكتي يلا عكتي يعني وحكا صور نقن خسروا قضب قضب كاللابات عبد الساق محمد اسكر صاحب كي ايا حالك كهل الله وكفتبا وحو لهيسا وحا نقوش على هيسي محمد مغلبان احمد مغلبان تو تو سلسمنتين كي مالنتي دورشوينك أيها واحد حسوستا من بعد إيش يا رجع أنت لقينا هكذا فرد ذا مالمه دورشوينك ولا له اللي قلت شري أيها مدحون المصبيه أيها واحد كان بيسي كيس قصة ابتياشي سلحه لي مالنتا دورشو دور بريت ولا دور دورشو رضبع دانتو عم سعر سكر رجع دلس عدي بوها وأنا حسوستا يا واحد يوري هيسها ما تشعلي ما ندى جيستو لكن هاس تاسد محمد مجمان تقول رأي اللي جلي سي وحول هاسا وحنا نقول شعلة هاي هاس ترى هو قام يمو صبيح كي يقبل كمان ما أنت هتو تاتش على هذي هديه ما أنت تاتش على ما أنت هنا سويت على هذي قال فضلا تبرع ما صوص على رأسه ما صوص هذا كلمة أيها الرجال كلمة أيها الرجال كلمة صار يدنا كنت يا كاورني فركا عادي عاد بعد رجوع ذا مهتسية إن شاء الله ما أنت ده غير تعال كافر ده ميت بينه ما أنت نه سو ما للان عدين مرر بدل لقش فيه أوينو كلا قيم قيم سرني ما أنت منه بينه نه عد كستو من ما ده سو ما للان شعر قدي ده وضياشة لحد حادين تهاي يقدي دي وضياشة هوشن باشا iyo garabka isku jira xukuumadda iyo xilwanaadaba dhamaantood mid kasta oo ka soo qayb galay iyo qoladan jabhada magaca maanta inoogu dambeynaye iyagana dhamaantood ragga waa wada salaamaya runtii waa hadal dabayaaqadii waan bogaadinayaa marka koowaad cid kasta oo ka qayb qaadatay hawsha nabadayntan ما أنت هل كان يسوق قادو وحن وجوه الرئيسين يا في إيش هل كاف فددو سلادين تيده يدق إن كيده أما بس كلا هذا نقول جد جديد ده حد أنت يا خلاف كهوشة وأنك كسوق قادي السودان محمود جولاد يا السودان سعيد يا رجاء كم ديهين لما أنتوا وارم هذا علينا يا مرلبات كجود في دورة ياشا هي هل كم فرديا يقولون حكم كي لحكومي إن عيك قسوا هجاكتي ما أنت كم من الدليلي وعنا ذي أوامرتي لفريق فلين ينا هي جرى وار مهندقية مركب مهندق اللي جاي ما أدو عيد كستو قاعدة تي أو حكومة ذي الدولة دو حكم كل عينا هي درى وار مهندقية أنت أمريكا اللي جاي ما أدو مانت ومال تاريخية ومال سومال الان وقد دون ومال رمتي قف كستور ري سومال الان شعلي اي حسوسيه سي قلب قيسة اي كمر اي كوطع نان دولتو سببت تار ولا يا هاي ودك سومال الان وودن متصدد سنة سو شري نبت قلي داس يوانا اقار رمتي وكسو عانا مالي cadaawad fara badan ku mutaystay ama kala kulmay cadaawaddaas faraha badan iyo cadowga faraha badan uu leeyahay go'aanka maanta halkan xiradan aynu ku gaadhnay uu ka nixin doonaa dad badani go'aanka maanta halka iyo mowqifada ka dhacday waa ka nixi doonaan in yar oo somalilan jecelina amaba reer somalilanhina runtii waa ku farxi doonaan insha allahu ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in cadowga soomaalilanna uu ka nixiyo
runtii cid kasto oo Soomaaliland horumarkeedii wanaageeda jecelaa arinta maanta ay soo dhaweeyso ay ku faraxdo taas waa inta runtii go'aamada beesha ay soo saartay ee guddida dhexdhexaadintu qolo walba door bay ku lahayd doorka xukuumadda amaba wasaaradda arrimaha gudaha waxa ugu horeeyay dhawaaqii digreetadii madaxweynaha ee uu arrintaasi cumuumana uu runtii uu ku aqbalay ee uu golaha baarlamaanka go'aanadii ay soo saareen si hay'adaha sharciga loo waafajiyo uu horgeeyey arrintaasi dariiq sharci bay mari doontaa runtii guddida dabagalka halka ka dhawaaqdayna waa dabageli doonaa baarlamaanka imika joogtaa markay baarlamaanka ka dhabaatana guurtay tagi doonta waxaa intaa kale soo raacday in wasaaradda arrimaha gudaha digreeto ay ka soo baxday inamadaa buurta galay ee maanta halkan idala jooga saamaxaadoodii iyaguna lagu saamaxayo taas marka halkaa waxaa loogu noqda iyo sabab looga warwaro iyo sababna loogu dardaarmo runtii meesha ma taallo xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaan madaxweynaha qaranka u sarreeyo arrintaas go'aanka iyo taladeeda meel baa laysla dhigay guddidaa wixii laga qaatay lala qaatay waxba ka soo noqon maayo insha allahu tacaala waxaanaynu rajaynaynaa sidaa loo aan annaguna u garannay ee aanay waxba noogu hadhin fulinteeda dowlad ahaan in wixii dhiman ee maanta beesha aan ku abtirsada anugu ku dhimanna ee hadday mag noqoto iyo hadday gaadiidka kale dhiman noqotaba in lasoo dhammaystiro taasina waa qodob intaasaan ka xusaya intaa marka laga yimaado anigu taliyaha iyo tiimbaro waa ka duwanahayo qoladan buurta gashay baa tolkaya markaa kaftan baan raacinayaa haddii kaftanka waa layga raalli ahaanaya kaftanka waa layga raalli ahaanaya halka waxaa ka hadlay rag badan rag badan baa ka hadlay suldaan cadde gudey iyo cabdirasaaq maxamed askar baan kusoo halqabsanaya hadalka suldaan cadde gudey mid waa yaro saxayaa oo waxaan ku saxayaa madaxweynaha awaamiirta iyo hay-adaha dowladdu hadday baarlamaan noqoto iyo hadday guurti noqoto waa hay-ado kale madax bannaan isbaanis gareeya madaxweynuhu amar ma siiyo laakiin shucuur xeerarkooda iyo shucuurtooda si madax bannaan bay u gutaan waxa aynu ku diiday in hadday baarlamaan noqotona iyo hadday guurti noqotona ma jiraan go'aankaas si guud oo danta qaranka loo arkay ayaa si guud loo qaatay madaxweynaha wax ku dhimanina waan caddaynayaa in ma jiro suldaan cadde gudow xaggaaga oo intii magtiiyo lacagtii yaanay wax ka soo noqon taasina waa qodob qodobka labaad cabdisaaq maxamed askar saaxiibkay ayaa halka ka hadla uu kaftamay wuxuu yidhi heesaha waxaan ugu jecelay heesihii maxamed mooge liibaan axmed mooge liibaan 2017-kii maalintii doorashooyinka ayaa waxaan xasuustaa mid baad ii sheegay ragga intaina halka fadhidaa maalmihii doorashooyinkii ololaha lagu jiray ee madaxweyne muuse biixi ayaa wuxuu kaambeysigiis ku soo xiray abtiyaashiisa laxle maalintaa doorashada berito ola dhowr doorasho orod dhici doonto cabdisaaq askar raggii nala socday buu ahaa waan xasuustaa ayaa wuxuu yidhi heesaha ma jecli mana dhegaysto laakiin heestaa sida maxamed mooge maanta ay u raalli gelisay wuxuu yidhi heesaha waxaan ugu jecelahay heesa tira hogaamiye muuse biixi kayiguba ka maarmay maanta hadduu taa jeclaaday hadduu maalintaa taa jeclaa maanta ina sawiro jeclaaday qaar badana dambana waa soo socdaan cabdisaaq maxamed askarow taana kelmadda ayaan iyadana kaala qabtamaya kelmaddaasaan iyadana runtii aan kaa odhanaya marka aad iyo aad baad raggu u wada mahadsan yahay insha allaahu maanta dhalinyarta halkaa fadhida mid baynu maanta nahay Soomaaliland haddii marar badan laga shakiyey oo aynu kala qayb qaybsannay maanta midna baynu nahay cid kasta oo midnimada ee Soomaaliland jecel.